ينبغي علينا أيضا أن نعرف معنى كلمة بلاغ. يعني بلاغ تبقى معنى لها معنيين اثنين. المعنى الأول يعني كافي أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كافي في حجته وكافي في بيانه وكافي في تفصيله وكافي في. وبلاغ يعني يبلغ القلب، يصل إليه، فيبلغ يعني كافي وواصل، كافي وواصل، تحمل معنى الله. ولقد وصلنا لهم القول، وصل إلى قلوبهم وإلى أسماعهم فعرفوه، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، قامت حجة الله عليه، بيحدث الذكر بيحدث الموعظة والآية، ولكن منهم من آمن وخذ الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل الكافر والمؤمن على باب محجة واحدة، ولكن هذا آمن وهذا كفر. تعرفوا لو الكافر ما فهمش الآية مش هوجع عليه، لكن ده فهمها كويس وعرف طالب منها ايه. ولكن كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، مش هيخضع لده. يعني الرجل الذي قال يوم من الايام للقران الذي سمعه من رسول الله: لقد سمعت قولا ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثبر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه. وصف في غاية الجمال. أكيد الرجل ده استيقن إن ده حقه من عند الله، أنزل منزلته أنه لا يعلو حديث. ولكن كيف يؤمن بمحمد؟ أدبر واستكبر، قال إن هذا إلا ساحر يكثر، كبرا وبغيا بعد ما استيقن الحقيقة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه، نفسه مستيقن ده حق، ولكن كبره بيحول بينه وبين ذلك. تعالوا نشوف شواهد البلاغ، شواهد ان هو بليغ وكافي ازاي في صدور الناس. شواهد اظن واضحه جدا، اظن كل اللي ذكرناه فيه الكفايه في الموضوع ده. كفايه لما قلنا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في اخر ايامه في اول ما نزل من اوائل ما نزل، كانت دي ثاني سوره تنزل في القران، يقوم يقول القول الثقيل ده: يا امه محمد لا يحمله من بعدي إلا هذا الثقل العظيم، هذا الحمل العظيم له حامل عظيم مثله لا يحمله غيره. مين من بعدي؟ أهل بيت، عترتي أهل بيت. في يعني موضوع كافي، يعني في ممكن يكفي الناس أكثر من ذلك؟ ما وصلش وصل حمل عرف انه يتحمل يحمله فلان، هو ده اهله، واللي بيحمله غيره ظلم نفسه مسكين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، حملوا انفسهم ما لا طاقة لهم به. في بيان اعظم من كده؟ في بلاغ اعظم من كده؟ بلغت عيب وصل. الصحف المطهرة جعل الله لها قوم اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بكل أوصاف الخير لم تنطبق أوصافه وخصائصه وسماته إلا مع أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله نتحدث اليوم عن خصائص المنهج الإلهي. تكلمنا فيما سبق عن خصائص المنهج الإلهي وأمجاد المنهج الإلهي وكرائم المنهج الإلهي وذكر المنهج الإلهي وعظمة المنهج الإلهي. إن شاء الله هنتكلم النهاردة إن شاء الله في عجالة سريعة كده عن خصائص هذه الخصائص، يعني نصف هذه الصفات بالصفات التي وصف الله بها كتابه، زي ما كل خصيصة من خصائص القرآن بتنطبق على كل آية وكل كلمة وكل موضوع في القرآن، كذلك تنطبق على هذه الخصائص
خصائص منهج الله تنطبق على خصائص منهج الله. يعني لما بنقول مثلا قرآن تام وكامل ومحكم ومفصل وعظيم وعلي، في إيه؟ في هداه، في نوره، في رحمته، في فرقانه، في حجته، في برهانه. يعني برهانه تام وكامل ومحكم ومفصل. لما بنقول علي، بنقول علي في كل خصائصه، في تصديقه وفي بيانه وفي تفسيره وفي تفصيله وفي حجته وفي برهانه. يعني نصف الخصائص بالخصائص. وعندما نصف الخصائص بالخصائص وندي لكل خصيصة خصائصها، هنتكلم كثيرا كما تكلمنا من قبل، لكن عايزين نختصر الموضوع بحيث نعرف ايه المقصد منها يعني، وهتوصلنا لايه، وهنستفيد منها ايه. فمثلا لما عرفنا ان الكتاب مصدق، مصدق لما قبله من الكتاب، مصدقا لما بين يديه، مصدق في ايه؟ القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب. لما عرفنا ان الكتاب محكم ومتشابه وفصل، فكل كتاب انزله الله قبل هذا الكتاب، مش القرآن مصدق لما قبله، يعني كل الخصائص اللي ربنا خص بها القرآن خص بها ايه؟ كل الكتب السابقة. عشان كده احنا سمينا البحث نفسه ايه؟ خصائص المنهج الالهي، خصائص الاسماء، خصائص الكتاب الذي انزله الله على نوح، صحف ابراهيم، صحف موسى، صحف عيسى عليه السلام، صحف ابراهيم، كلها لها خصائص واحده. فان كان القران هدى ونور وتذكره وموعظه، كل الكتب السابقه كانت هدى ونور وتذكره وموعظه. إن كان القرآن حق وصدق وعدل وحكم وقضاء وحجة وبرهان وفصل، كل الكتب السابقة كذلك حق وصدق وعدل وحكم وقضاء وحجة وبرهان. إن كان القرآن إنذار وتبشير، كتاب تبشير وإنذار يعني، فكذلك كل الكتب السابقة بشرت وأنذرت. إن كان القرآن عزيز وعلي وكريم ومجيد ومطهر، كل الكتب كانت عزيزة وعلية وكريمة ومطهرة ومجيدة. إن كان القرآن مفسر ومفصل من قبل الله عز وجل، تفسيره هو مفسرا مبينا مفصلا مؤولا، كذلك جميع الكتب كانت مفسرة ومفصلة من قبل الله سبحانه وتعالى. ده يمكن النقطة الوحيدة اللي احنا عارفين كويس جدا، إن كل الكتب السابقة مفسرة من قبل الله، إلا كتابنا احنا بنفسره. ولما كان القرآن مباركا وكريما، كل الكتب السابقة كانت كريمة ومباركة. ولما القرآن كان تام وكامل وكافي، كل الكتب السابقة كانت تامة وكاملة وكافية. أدي معنى يعني ذكر الخصائص بالخصائص. لما مثلا بنقول إن القرآن هدى، القرآن هدى للناس مثلا من صفاته إنه هدى، كل الكتب السابقة كانت هدى. طب هو هدى في إيه بقى؟ هو نفسه هدى في نوره وتذكرته وموعظته وشفائه وحجته وعدله وصدقه وإنذاره وتبشيره وعزه وكرمه وتفسيره وبيانه وتمامه وكماله. ده هدي، ده حجة. حجة في إيه؟ حجة في نوره وتفصيله وعزته وشفائه ورحمته وقوامته وحجته وعدله وصدقه وحكمه وبرهانه وحجته وفصله وإنذاره وتبشيره وعزه وكرمه ومجده وطهره. هو نور، نور في ايه؟ نور في تصديقه لما سبق من الكتاب وتذكرته وموعظته، كل ده نور، كل ده كل خصائصه نور، كل الخصائص نور، كل الخصائص هدى، كل الخصائص عز، كل الخصائص كرم، كل الخصائص علو، كل الخصائص مجد، كل الخصائص تفسير وتفسير وتبيين، كل الخصائص تامة ومحكمة ومفصلة. ادي مقصدنا من خصائص الخصائص. فما فيش بس واحد يقول ايه القرآن يعني، لكن القرآن مبين في القرآن؟ يقول له طبعا مبين في القرآن، تام كامل كافي. القرآن هدى، مش محتاجين احنا تاني على الإطلاق. تام وكامل وكافي وعظيم. عظيم يعني ايه؟ يعني تام كامل
كافي عالي في مستواه، مش كده وبس، ده مش عالي، ده عالي وعظيم. عظيم يعني لا يعلى عليه، يعني لا يعلى عليه في عزه ومجده وكرمه وطهره وهداه وحجته وبرهانه وفصله وتمامه وكماله. فما فيش خصيصة من خصائص منهج الله إلا وهي بتحمل كل سمات الخصائص الأخرى من التمام والكمال والحجة والبيان والفصل والحق لا تحتاج إلى ذلك، ولا بتبلغ بهذا الأمر لحد التمام والكمال والكفاية والعلو والعظمة. يعني أسمى سمات الهدى العظم. وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الذي يعلو ولا يعلى عليه في شيء قط. مش كده طبعا وبس، دي مسائل كلنا متفقين عليها لله الحمد والمن، ما بنجدلش فيه، مش بنناقش فيه، لكن واقعنا غير كده تمام. ده أهم حاجة في الموضوع ده، نعرف خصائص، خصائص حملت المنهج الإلهي اللي هم جاءوا مصدقين لما قبل. احنا عارفين اللي كان من قبل كيف كان البيان، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. هل احنا مؤمنين إن أنزلنا القرآن هدى ورحمة يحكم به المحدثون من آل محمد؟ احنا عارفين ان آل محمد مش انبياء، محمد خاتم النبيين، وعرفنا قبل كده المحدث. هل امنا ان هم محدثين زي ما كان في سائر الامم انبياء ومحدثين يبينون الكتاب، ولا بنترك كتابنا احنا بالذات لاراء العلماء ونقول هذا قول وفلان يؤخذ من قوله ويرد؟ ويا ريتنا كنا بنؤمن بيؤخذ من قوله ويرد، يا ريت. يعني كلنا عارفين ان جميع العلماء يؤخذ من قولهم ويرد، الا النبي صلى الله عليه وسلم، الا السلفيين ربنا ينور بصيرتهم يا ربي، عندهم كل يؤخذ من قوله ويرد الا هم، الا رايهم هم، لان اللي بيخالفهم كافر زي ما احنا عارفين. مش كده وبس، ده كافر وحلال الدم والمال والعرض. واظن احنا شفنا مثال قاطع في التاريخ القريب جدا، شيخ محمد بن عبد الوهاب ماذا صنع في الجزيره العربيه؟ كان بيقتل شيعة وسنة ويذلهم ويخلوهم يشهدوا على أنفسهم بأنهم كفار ومشركون، يشهد على نفسه وعلى أبيه وعلى كل من يدين بهذا الدين الذي هو عليه هذا الشيخ بالكفر، وكانوا مرتدين، وجاءوا فأسلموا مرة أخرى على محمد بن عبد الوهاب. وكل الدارسين والباحثين عارفين أن كان هذا الرجل بيوالي ملكا معينا عشان يقيمه، كان عالم سلطان بالآخر يعني. فخلف حتى السلف الصالح في كل اعتقاد، خلف السلف الصالح في ان في حاجه اسمها الكفر كفرين والشرك شركين والفسق فسقين وهكذا، وفي كفر يخرج من المله وكفر يخرج من المله، وكان معروف المسائل دي كلها. كان لا، كان كل حاجه تسمى كفرا في كتاب الله او مرويه عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح كان بيسميها كفر لا يخرج من المله، كان بيسميها كفر يخرج من المله عشان يستبيح دماء هؤلاء الناس او يخضعهم لهذا السلطان. دي مسألة ما فيهاش ريب، وإن شاء الله ممكن يبقى لنا لقاء فيها مفصل، نجيب كتب الشيخ محمد ونشوف الكلام اللي فيها كان بيقولوا إيه، عشان نعرف مدى الخطورة الرهيبة اللي إحنا فيها الآن من جراء هذا الفكر اللي بيستباح به دماء أهل الإسلام وأهل لا إله إلا الله. إذ المسلم العالم في الزمان ده وفي كل زمان اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، من المستحيل إن هو يستحل دماء الناس بعلم حصله مطلقا، ولا يجرؤ أن يصنع ذلك عالما يخشى الله ويتقي، مستحيل. مهما كان هو على يقين، هو بالنسبة له يقين، إنما التبرع الناس ده، أنت كده بتعطي نفسك صفة النبوة، صفة الإمام، صفة محدث بيكلم من الله. فعايزين نشوف خصائص آل محمد عليهم السلام. واحنا عرفنا ما من خصيصة خص الله بها كتابه، وما من مجد مجد الله به كتابه، وما من أكرومة كرم الله بها كتابه ومنهاجه إلا كرم بها محمد وآل محمد عليه السلام. احنا عرضنا الموضوع ده قبل كده.
أهل الكتاب مصدق، وهم كذلك من جاء بالحق وصدق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من سنة المرسلين أنهم بيتركوا كتابهم وحكمتهم، علمهم وبيانهم وتفسيرهم يعني، وفقههم وفهمهم وملكهم العظيم في آل بيوتهم. فكذلك هو لآل محمد عليهم السلام. وهذا الملك وهذا الفضل لآل محمد بلغ عظمة الإيه؟ الكتاب، لدرجة أن الروايات اللي موجودة في كتبنا وبين أيدينا في الصحاح عندنا من صحيح مسلم وغيره بتروي تأكيدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين. ساعة ما عرفنا أن ربنا ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الحمل العظيم الذي حمله رسول الله لا ينبغي أن يحمله من بعده إلا هو، إلا آل بيته عليهم السلام. من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحمله إلا آل بيته عليهم السلام. وهو اللي قال كده إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وعترتي أهل بيتي، هم أهلا لهذا الحمل، أن يحملوا هذا الحمل من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هؤلاء الناس اللي ربنا حملهم هذا الكتاب كانوا أهلا لهم يبينوا كما بين آل بيت المرسلين من قبل؟ ما هم موت وعلم وفهم، ما هم من طيناتي. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عرفنا القول الثقيل ده لا يحمله غيره، هم بأهل لهذا الحمل، بلا يحمل حمل الرسول إلا هم. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في واصفا الكتاب وأتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، بعد ربنا قال وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا الكتاب العظيم لم يحمله إلا صاحب الخلق العظيم، اللي من بعده كان لهم هذا الخلق العظيم ولا ملهمش؟ ده احنا عارفين في النصوص ذرية بعضها من بعض، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، إن الله اصطفى هذه الذرية كما اصطفى هؤلاء، اصطفى هؤلاء وذرية هؤلاء، دول مصطفين في مصاف واحد، حتى ربنا قال لهم ذرية بعضها من بعض. شوفوا النبي قال ايه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول انا ابن الذبيحين. مين الذبيحين دول؟ عبد الله واسماعيل، يعني هو ابن اسماعيل، يعني هو ابن اسحاق، يعني هو ابن يعقوب، يعني هو ابن ابراهيم، يعني هو ابن نوح، يعني هو ابن ادريس، لان اولهم زي اخرهم واخرهم هو من اولهم. يعني داود عليه السلام ده ابن مين؟ ابن ابراهيم، ابن نوح، ابن كل من سبقه من النبي وهو منه، ونوح منه، وادم منه، ذريه بعضها من بعض. بعضها من بعض في ايه؟ في الاصطفاء، في كرم الاخلاق، في انهم جميعا على خلق عظيم. يعني لما ربنا قال لمحمد انك لعلى خلق عظيم ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل، كان ربنا قال لكل الرسل وانك لعلى خلق عظيم، فكل نبي كان هو صفوة قوم، هو السيد قوم، لا يعلوه أحد فضلا ولا علما ولا كرما ولا تقوى ولا ورع، هو بلغ المنتهى، بلغ العظمة، يعني بلغ درجة العظيم، يعني مش بلغ درجة علي في 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 إيمانه وتقوى، لا ده بلغ درجة العظيم، يعني درجة التي يعلو ولا يعلى عليه، ما فيش بعد كده حاجة، هو القمة لا يعلوه أحد أبدا، لا علما ولا إيمان، أنا أتقاكم لله وأنا أعلمكم بالله، دي مسألة منتهية مش محتاجة كلام. لما كان بيرد على هذا المارق وبيقول له اعدل فإنك لم تعدل، فقال ومن يعدل؟ فهو أعدل خلق الله ولا يعلو أحد في العدل. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان على خلق عظيم سبع المفيه في أهل بيته وهم على خلق عظيم، أدي أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ برز الإيمان كله، قمة الإيمان،
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. السيد ده مين؟ مين السيد؟ دي كلمة لا تطلق إلا على العليا. يقوم واحد يقول إيه؟ طب على كده بقى الرسول لما كان بيقول لفلان من الصحابة أهل الأنصار قوموا إلى سيدكم بلاك، آه هو علي القوم، هو ده أكرم واحد في قومه بالنسبة لل، مش أكرم واحد تقوى، أكرم واحد تعرفوا على كرمه يعني، سيد قوم. لكن لما ربنا يسمي واحد من النبيين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. السيد الذي على في قومه ولا يعلوه أحد شرفا وكرامة عند الله عز وجل. ولذلك لما النبي يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني إيه؟ يعني سادة المتقين، محدش يعلوهم من المتقين درجة. ما هي دي السيادة، ما هي العظمة، ما هو ده العلو. وساد فلا يعلوه أحد إمام. يبقى الرسول صاحب الخلق العظيم ساب علمه في آل البيت اللي هم على خلق عظيم، من يعلوهم إمام؟ من يعلو هذا الرجل اللي هو النبي سماه قال إيه؟ قال فيه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. كان في حد في بني إسرائيل أكرم من بعد موسى من هارون؟ مش من بعد موسى درجات، مش بعد موسى حياة، احنا عارفين ان هارون مات في حياة موسى، انا بتكلم في المنزلة يعني. أكرم رجل في أيام موسى ما كان عايش هارون، بعد موسى كان مين؟ كان هارون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم رجل فيه مين؟ أكرم رجل في أمته مين؟ الإمام علي عليه السلام. طبعا حديث الطير وخلافه أنتم أنا بتكلم عليه، أنتم صدقتوه. برز الإيمان كله للكفر كله، فلم يكن يعلوه أحد إيمان. فهو ترك في هذه الأمة العظيمة هذا، هذه العظمة المتناهية. فيبقى إذن هؤلاء الناس بلغوا من العلم منتهى، وبلغوا من الإيمان منتهى، وبلغوا من الإسلام منتهى. دي خصائص، خصائصهم. فلا يمكن يكون في واحد مخلوق على ظهر الأرض يعلوهم علما ولا حلم. صح في ناس علماء، في ناس في الأمة علماء، الرسول علم الناس وأنال الناس من الخير والفضل الكثير، لكن مربط الأمر جماع العلم وكلمة الفصل اللي تلزم الأمة بأجمعها، يعني كل حكماء الأمة وعلمائها وفقهائها والدارسين والباحثين، كل واحد منهم ممكن يحسن قضية زي في زماننا وفي كل زمن. ما فيش عالم على ظهر الأرض اسمه أحاط بالعلم كله إلا خليفة الله بس، ده اللي أحاط وكانت له القمة الصدارة التي تعلو ولا يعلى عليها، العظمة يعني نفسي. ولذلك القرآن العظيم عند ربنا اداهم الملك العظيم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. أو حد فيكم تاني يفكر يقول إيه إن ده دول آل إبراهيم، إحنا عرفنا إن اللي في آل إبراهيم هو في آل المرسلين الذين سبقوا والذين من بعدهم، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته دول من آل إبراهيم، لأن النبي ده ابن مين؟ ابن إبراهيم، وأبناؤه أبناء إبراهيم، أبناء محمد هم أبناء إبراهيم، وآل محمد هم آل محمد هم آل إبراهيم عليه السلام. آل إبراهيم دول ذرية نوح عليه السلام، دول ذرية آدم المصطفين، المصطفين مش الذرية كلها، الصفوة يعني الذين اصطفاهم الله عز وجل، هم دول ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض نسبا وبعضها من بعض أخلاقا ودينا، ده مش لكل الناس طبعا، دي للصفوة الخاصة الذين اختارهم الله على علم.